ويبقى كراس حربة تاني كده. شوف النادي الاهلي بيعمل ايه، عايزين يجيبوا حرس الحدود كمان. طبعا الكلام ده مش مظبوط اطلاقا، مش مظبوط يا اكرامي، مش مظبوط يا اكرامي، يعني وقعت قلوب كل الناس اللي بتشجع النادي الاهلي وكل الجهاز الفني في اللعبة اللي فاتت يا اكرامي. وراءه مساحات خالية، ادي طبعا بيلعب بالنار، بيلعب بالنار شريف اكرامي. يعني حسام غالي بيضحك ضحكة معناها يعني لو كانت ما عدتش يا شريف كان هيبقى فيه كلام وكلام.